يخاف عقباها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، فإنه بنا وبعباده رحيم سبحانه وتعالى. أيثم ذي السماء أنهار إن شاء الله سبحانه وتعالى الموضوع لغنسيور، وهو الموضوع رمضان يجمع جاء العبادة سبحانت للمعاملة أكيوذان تصبحت رمضان إن المدايس ما مش غان تقرب غسيدة رب العالمين، إن المدايس باش غان عذر العبادة النغ أنت قيسيدة ربي، ولكن أيضا أن المدايس ما مش غنحسن المعاملة النغ أكي وذان، ما مش غنعذر العلاقة النغ أكي وذان أتيري التصبحانت باش ليس نجمع جاء اثنين الحوايج التصبحاني، أليس نجمع حسن العبادة الحسن المعاملة، أليس نجمع حسن العبادة الخالق سبحانه وتعالى، ثم أليس نجمع كيس حسن المعاملة لخلق الله سبحانه وتعالى. رمضان نتا ذي المدرسة ذي نرمذ الصباح ذيج المدرسة نرمد دايس أنيري نتحكم كخف النغ ونتكشل غضب ضغية. رمضان إيج المدرسة من يتعلم التسامح أن سمح يويا ويا. رمضان نرمد دايس ما بش غنعفو خميرا خلقك ويا ويا. رمضان نتعلم دايس أن تصف الصدق أذين غير الصدق. رمضان نتعلم دايس باش أن أدى الأمانات، سواء الأمانة يخنغي وجبن أكسي ذا ربي نغ الأمانة خنغي توجبن أك مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن رمضان إيش المدرسة من ينرمل أن قرخيا ويا ويا أن قرخيا جوذان. رمضان إيش المدرسة أن نرمد دايس إخسا وانت إذي بوي وذان. إيش المدرسة إخسا نغوان سخيق شي وذان، إخسا نغوان سبب شي وذان ذي الحزن ذي الآلام. رمضان إيج المدرسة ماني نرمذ أغان غيرين إيج الحسن الظن خيث مثنى النغنية، نرمذ دايس أن جنب سوء الظن خي وذان. بمعنى وجيت إيمانا التهمي وذان سلحواش في عفانين لابد وذان ذي سن نورخيا وذي سن نكبو الشار الجوذان. ذو المقاصد رمضان، رمضان إيج المدرسة مغار الطاس ليس الخير الطاس نسيدة رب العالمين يا زمان نسيدة ربي باش أليس نادف أليس نرمل الأخلاق فينا أليس نقام أورا وننغ
أليس نقى النفوس النغ؟ أليس نصفى الأفكار النغ؟ رمضان هو يطهر نغ القلب النغ زي الحواج دي عفانين يتزكي نغ النفس النغ ثم يترطب نغ الأفكار النغ باش غانغير الأفكار تي سبحانين غانغير الأفكار تي سبحانين يتحب سيدا ربي العالمين ونكسبوا الأفكار في عفانين ويتحب إن شاء الله سبحانه وتعالى رمضان ليسين رمذ أن عقب غوبريذن سيدا ربي العالمين غوبريذن من تتا ربي العالمين دائما دي الفاتحة نقارس سيدا ربي التاريخ باش أذا نغي عون غاص باش أذا نغي ثبت خاس خمين قا ذي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فرمضان يسد أذن غيعاون باش أذن غي ثبت ربي إذا نغ خبري ذوان خيا الصراط المستقيم أذن غيا غالفطرة خذن غي خرق الله سبحانه وتعالى رب العالمين يخرق بنادم خيج الفكرة خيج الفطرة ثنقا خيج الفطرة التصبحانت وربما بنادم المعاصي الذنوب هذه وسخ الفطرة اللي خفي خلق سيدا ربي فرمضان يتعاون نغ باش انقى الفطرة اللي غتنار غل اصل النص امشنا ما مش دنغي خرق الله سبحانه وتعالى اذن ايها الاحباب الكرام رمضان يجمعنا غي سيدا ربي العالمين يجن خيا غامق رانا الطاس يخسر خياني وني اثن السن خميث غان السن يخسر مثنك باش ونضيع شا الخيرا لان قديك سي رمضان باش ونضيع شا الخيرا سيدا ربي العالمين ديوسين اك رمضان اذي عذو التفذان ندم رمضان ليس الصيام ليس القرآن ليس الذكر سيدا ربي العالمين باش يرسنغ ألي الدرب خل القرآن للذكر سيدا ربي العالمين لأنه النغى إذ كان سيدا ربي أثي إذ كان الله سبحانه وتعالى إذن بل من مثل إذ كان سيدا ربي ربي يذكاريش من إذ كان سيدا ربي كخفنش إذ كاريش الله تعالى من إذ كان ذي شن المجمع الله تعالى إذ كاريش ذي الملائكة ليس قيام الليل لرمضان ليس ليلة القدر ليس يجن وقت يفضل سيدا رب العالمين لا شك الله سبحانه وتعالى نميذا نغيجمع الخير كورشي لرمضان ميران السنيث نلتزم الزايس ثم النية النغ الصفاء نقيج النية النغ الصفاء أكسي ذا ربي العالمين مين خاص غايت رطبن خمانايا خمي خاص غايت رطب مثلا خصيام ذا القيام ذا القرآن ذا الذكر ذا ما لا يكون شي الخيارات سيدا ربي خمي غانق مين خاص غايت رطبن يترطب خاص حسن العبادة يترطب خاص التفذ العبادة النغ نعد ريتي سيدا ربي العالمين لأن خصنا السن العبادة يثنتك خصنا نعذر لأنه قد أنت قدامي تسيد ربي العالمين خزاء بنادم خميت قدام غاشا الهدية يشان بنادم يعز خاس يتحاول ما أمكن أتي سيكشا نشيغ الدلم ليحة زوق خاسي شوية ننوارة يعذر لأنه يتقدامي تيجي بنادم مهم ويعز خاس الطاس فكذلك خمين عبد سيد ربي يخسر أن عذر العبادة يتمليح لأنه أنت قدامتي سيدا ربي العالمين أنت شيتي سيدا ربي العالمين فلا بد خساتيري يجد العبادة تصبح الطاس الطاس إذن فرمضان نرم الدايس أن عذر العبادة النغ يسيدا ربي ولكن في نفس الوقت يترمى ذنغ رمضان باش أن عذر
العلاقة النغ أكي وذان باش أن قرخيار أكي وذان. فالإسلام العبادة ذي الإسلام غاس اثنين نجيهات إيش نجيهت ما يسمى بالعبادة الشعائرية غانغيش جانب ذي الدين وهو العبادة مثل الصلاة الزكاة رمضان الحج في نقانة سنت العبادة الشعائرية ولكن ذيني جنجه النغنية إن العبادة قانس العبادة التعاملية بمعنى العبادة النير ما مش نتقل علاقة كيوذان ما مش نتصرف كيوذان ما مش نتقل كيوذان ما مش نخزاغ كيوذان لتنذ العبادة وهي أخلاق التعامل ما مش نتعامل كيوذان مثلا باش نيري صادقين كيوذان هكذا العبادة قانس العبادة التعاملية غان غيري نجن الصدق أكيوذان صادقين خمي غان السوار السوار الحق أن السوار أوال أصبح فالعبادة خمي غان أدى الأمانات يوذان أسنكش الأمانة ميرا جينغش الأمانة غان غاسم تنوش والأمانة وجبو غار أقرواها حتى بنادم ميرين ناش شموار النس إن شقي ليش كومي ثني غوث قاري حد قردتا الأمانة إذن فالأمانة وجبو إثنى عاشين واها إرحوي جواها لا الأمانة حتى بنادم ريس ساق بيش خشان سر النس ثم إن شوث قاري حد من يخاص شتشي غاشي ليشك أورا ويخص واتقاشا ميرثني تحت النني غتفذ خان ذي الأمانة الأمانة العبادة يسيدها ربي بنادم هذه تعامل كيوذان سر حق للعدل للعبادة يسيدها ربي هذه قدم النصيحة إيه يثماس ليوذان للعبادة يسيدها ربي هذه يعفو خيوذان للعبادة يسيدها ربي هذه قل إحسان أكيوذان للعبادة يسيدها ربي إذن ذي الأمور بزاف الجانب ويتسمان العبادة التعاملية غاس العلاقة ذي المعاملات كيوذان وذاي غانغيج المشكلة مقرا أتفذ بنا الميت أدى الواجبة نس العبادات الشعائرية من صلاة وصيام وصدقة وزكاة ولكن ذي العبادة التعاملية كيوذان غاس ذي تفذيج نقصد مقرا لأنه وسياري بوربال نغرب ما يحس بثني ويضيف شذي العبادة أمسرم وتتحقق كامل الإيمان حتى غادي يجمع العبادة الشعائرية اللي أدى الواجب انصدى ربي ثم اللي أدى الواجبات أن يوذان عادي غير غاس الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم جيج الحديث يكشى نغد أمقان أمسرم مرن سقسر خلشين يخفن أمقان أمسرم ربما حد زين غادي يكون مثلا يسيور أمسرم قوني تزجر وني تزمان وني تزكان وني كذا صحيح ولكن خزاري النبي صلى الله عليه وسلم النبي خسد غيوش يجن دعو الوالي ومسرم ضام الزيان ولكن يجمع كل شيء من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أمسرم قاتي والنير ويت إذن ويوذان راسو قمو من نس يرس النس وراسي فسن النس ليجن الرواية الإمام أحمد يقاضيس النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أمسرم هو والني ويت إذن حد راس يرس النس ورا سفسن النس بمعنى أخميك يستيرني وذان أقين ذي الأمان أقين ذي السلم ويترجبو شاحت زكم سرم أثي آذى أبدا أم سرم يتعيش ذي السلام أكي خف النس ويتعيش ذي السلام أكي وذان النغني يتعيش ذي الأمن أكي خف النس ذي النفس النس ويتعيش ذي الأمن أكي وذان النغني
يتعيش إيش نخياق يخف النس يتعيش إيش نخيار أكي وذان النغني لأنه الإسلام ذو النيني ذي سيزاعا أرخيا إزاع ذيس المحبة إزاع ذيس التسامح إزاع ذيس الإحساني وذان ولذلك إجمعيز ينسي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قادي نجنتم غاث قال كانت في وذان اتزجى مطاس الصلاة يقصد زي الصلاة النافلة اتصدق الطاس تزم غطاس النافلة بمعنى رجع ولكن شوف من إنا وهي زو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولكن يا رسول الله قد آذى الجيران النس يرس النس زيدي القصة ها هو تزجى هو تزم هو تصدق ولكن هذيت مرس قال هذيت الصلاة الصيام الصدقة ما مش نرخو عاد هذيت قانس العبادة التعبدية الشعائرية الحق نصيد ربي طيب ويتقف جيد ولكن الجانب النغني أغزديس النغني يتعلق نس الحقوق النوذان توث ثم غافة واستاري بوربال إنما واستاري البال صدق النير صيام النير الزكاة النير وتنفع والو ولذلك حس النبي صلى الله عليه وسلم من خسينا نمسنا ولكن يا رسول الله قد آذى الجيران سير سنس من إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أطاح جهنم الظريم أي ثمال يسمى من يقعني ثم غاثثا الزوج الزوم صدق كتازي الواجب ولكن الجانب النغني للمعاملة غكي وذان في الجليس المشكل في أذى يوذان سوق ممنس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن السيتا وثف الجحشاء الضيع يخف النس ثم ينسوا صحابية يا رسول الله قيش انتم غاث النغنية قد كان في وذان وتزمي شرجع بزاف وتزيدي شرجع بزاف وتصدق شاب بزاف وإنما تصدق غاش ويجن القطعة يجن القطعة مثلا الفوامج دو غاس نغا دي نوقت النير السزاغ ناغيل تقزي شاوش الفوامج نوقتها ولكن يا رسول الله وتئذبو الجيران نسير سنس يا وسحاس تذا أي ثما الإسماء من غيوقعني ثم غاثة ثانية ثم غاثة مزوى كتا الصلاة الصيام الصدقة ومع ذلك أذى الجيران سوق ممنس فهل لك يخف النس ثم غاثة ثا خزامي ليس غين النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس بأنه النبي تخبان بأنه قوة تزيد شطس النافلة وتزم شيطس الرجاء ولكن وتئذبو الجيران النس إن خاس النبي صلى الله عليه وسلم قد تاث أقاد للجنة إذن خو أحبابي الكرام إن شي نخسن يخلى ما نخسن يري أمش نوضا مغاه هني ثم زوات يتزجن يتزمن ذي رجع صدق رجع ولكن تأذى الجيران ذي وذن سقمو من نس ديرس النس وثوحغ جهنم والعياذ بالله نغاري لي أمش نوضا مغاه ثاثا أنا عبد سيدة ربي ولكن في نفس الوقت وانت إذي بو يوذي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد المعلم النغ تجد القدوة النغ صلى الله عليه وسلم يجمع جاء العبادة الشعائرية للعبادة التعاملية فتغيت عامل الصحابة سجن معاملة تصبحت الطاس ولذلك رب العالمين إن ليس ذي النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر شوف ربي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هو تغذيس الليون يعظب النبي صلى الله عليه وسلم ذي المعاملة الناس ويقسح شاء النبي صلى الله عليه وسلم تغذيس أرضوش ذي المعاملة الناس تقكي وذلك
وتغرسبو الغلظة ذو أورنس أورنس تغث طيب تغث سبحان تغذيس الرفق ذي النبي صلى الله عليه وسلم تغذيس الرحمة ذي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية تازي النبي صلى الله عليه وسلم أولا باش أذي عامل الصحابة صرحما ومن أشكال الرحمة وهو أكسني الرفق أخاسني السباع ثم خميث نغي سرمد وخيق حسن ولكن أخاسني السباع باش أني سرمد ثم ويتتوشان النبي صلى الله عليه وسلم أذي ابتسم لقغنبوب من الصحابة إن خمي غادي ابتسم لقغنبوب حد النغنية سلف خاس الفرح قرنس فثيتان يجن حسنة تمقرا الطاس ذي الدين ثم يمارث الله سبحانه وتعالى أذي استغفار الصحابة ثم يمارث أكس نمشوا ذي شن حاجة يتعلق في الأمور من الدنيا والتعامل ما سبحان ذي الإسلام واجبوا غارك يمسر منك ويا ويا جالس نواها وإنما أك جميع البشر أكسنك نفس المعاملة الحسنة أكسن تعامل سرفق ذي الكلمة الطيبة ذي الرحمة فالإسلام إتما أمسرم أليل والمعاملة النس أكي وذا المارة ثم الإحسان وثقانشا الإحسان الخيا وثقانشا الخيا غث قلقني ذيك الجن الخيا واني قانس ثاري ذا سما وصنص ثاري ذا سرخيا النس ولكن خيا وهو التقدي بن آدم وذيك الجن الخيا شوف يا رب العالمين ذي القرآن من الغقى ربي ذي القرآن يقرا نغ وقولوا للناس حسنا إني في يوذان أول أصبح والجني لثي يوني تحب مواها نغيم سلم مواها وقولوا للناس لجميع الناس ما يوذان يخسوا الزيوم تسرين إلا أول سبحان أول ميزير لإنش كذا مسرم أول نشي تفض زقور أورني نش ليس الإيمان ليس النوان سيدة ربي ينقى يصفى ويسين ورحش تعفد إذن ها ربي تمان غنيني غوري سبحاني وذان من الغقى ربي العالمين دي الآية النغني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط خسغهم يري دائما تمع المالميك يوذان سيجن الحق للعدل ثم ربي ننغي الآية النغني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود خمي غتقلش المعاهدة لك حد تعهد الحد إخسر توفي سر عهد النش إخسر منه ديكش وورد كمرد لأنه هو ذي العبادة لأن ربي شيومان باش توفي سر عهود ذي العقود النش ثم ربي ننغ ذي الآية النغني غيوصف ليس المؤمنين الصالحين إن ذيسا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا شوف ما بشي وصف الله تعالى المؤمنين يوصفه بأنهم تأدى الأمانات سواء الأمانة تتعلق بحق الله نقص حق العباد وعهدهم راعوا تراعى العهود سن من عهد حد كمرنا كيساوى واخد عن حد وتغشين حد وتخلي في نبو الموعد سن شوف ربي قاضي الآية النغنية إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قاش أدي الأمانة غيوذا النس ونيش يستأمن خشى الأمانة وشاست يقرب بالعالم ذي الآية النغنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن ثوار ذي الجرخياء يدل خرخياء ربي إنا نغذي القرآن أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن خمير غد جدلم يوضى النغنير زي الأديان النغنير إخضى في ورني سبحانا زي غد استعمل ما كيسن
لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الغنى إننا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم إن نقل شسيغ باش الكمرغ الأخلاق سبحانه باش تصيود غيوذان أضوظني جن مستوى ذا سبحانه الطاز دي الأخلاق سبحانه زيو ما سيدا رب العالمين بين مغيث مذي السماء لأنه يوذان وتأثان شاء سالأقوال وإنما تأثان سالأفعال يوذان يتوقع سن تأثى ديسن سوى سالفعل سبحان وجيس يوارنواها والفعل وجي منه مغنفعل. ولذلك جنخزا مثلا خديجة رضي الله عنها وأرضاها نمي غاز ديوس النبي صلى الله عليه وسلم يعقبد زغار حراء يصدغاز جبريل أول مرة ينزل خاس الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ويسيني كيس يوقع يصدغ خديجة رضي الله عنها يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي خاس غيقص القصة خديجة رضي الله عنها يواز حاسي ثم غارين تسبحانين ثم غارين الصالحات طب الله تعالى باش هذيك ثم غارين نغذي السيث نغذي السمث نغمارة ثم غارين تسبحانين إن شاء الله سبحانه وتعالى. نمي غاز تكون ما ستخفف خاس المعاناة من النبي صلى الله عليه وسلم فانت تكشي جن السكن جن الراحة تكشي الاطمئنان تكشي الأمان النبي صلى الله عليه وسلم تكشي السلام النبي صلى الله عليه وسلم ثواسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فأكد خاس ثم سقسي دار بشكق كيش الله سبحانه وتعالى من ماذا استنى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قسي دار بقف كيش لأنه سن النبي صلى الله عليه وسلم سن صفات النبي صلى الله عليه وسلم سن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم سن عمال زي تقوم النبي ذي المجتمع الناس فبمعنى في الناس بكل صراحة رب العالمين واش يدجي عماس واش يتهين عماس الله سبحانه وتعالى لأنه تغي تقوم سائجن مجموعة للعبادات التعاملية العبادات الاجتماعية تغي تقوم سجل الأدوار الاجتماعية الطاس النبي صلى الله عليه وسلم تغي مثلا غاس العلاقة كالأقارب الناس تغي النبي صلى الله عليه وسلم صادق خميس سوار تغي يتعاون يوذن يجن الضعفاء يتكارم الضيف النص أمش خستيني ممشي لنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات حاشت بنا خميت القرخياء سرخياء من يتقلقوا ذلك احفظ الله سبحانه وتعالى زي المهاليك فأورا ويتا أمشنو أورن النبي صلى الله عليه وسلم يعمان سرخياري يوذان وشويت مورا لموا وشثيهن سيدا ربي حاشا وشثي ذل سيدا ربي حاشا وشغاس يوض الحزن حاشا وشغاس يوض الخوف غل عواطف النس حاشا بمعنى خديجة رضي الله عنها خستثيني النبي صلى الله عليه وسلم قاشك صفة ذيك جان سيدا ربي عماس ذيك يسمح سيدا ربي العالمين لأن ذكار مذ العباد سيدا ربي ربي غاشي كارم لأن سيونذ وني جوزن سسوذ وني فوذن سياضذ وني وغاي تجيبو واروذ أثمس حدث جيفن اليتيم أثمس حدث جيفو يجير تغششناو باباس ثم تعفوذ خوني كيشي تقن العيب وإذلك أمشينا الشعير وإذا رحمت فأنت أم أو أب فهذان في الدنيا هما الرحماء بن أذخم يحم يدك ولا شنو الأب نغ الأم لأنه ويدبوش أن يجني زما غاص الرحمن إن بابا سن بنادم نغ يما سن بنادم. ولذلك ثم ثكما ستحس بزد خديجة رضي الله عنها بزاف الصفات زي تصف النبي صلى الله عليه وسلم
من صدق الحديث بمعنى لا ويتغشي ويسخارق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يتعاون وذان يتعاون المساكين، يتقل خيال الضيوف الناس، يتعاون واللي يحوج المساعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توث معروف قوم الناس سمين زين بالصادق الأمين وبالأخلاق الحميدة، ومع أنه تغي تعيش في مجتمع جاهلي ولكن وخاصي أثاشر المجتمع النبي. وذلك أني نرخوي وذني الشباب النار يقان واهقة الزمن يقساح الوضع يقساح كذا، لا أخي الكريم لو مينو مرات قيد الخاك خفنش الخلال ويجيبو ذي بارا الخلال أقدي بنادم غداخر مرات صرح من ديك غداخر وش يتهمي قاع من يتجدي بارا التفت تخلال منه من تخسر وخاكي تأثى أورا ذي الجن. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تغدي المجتمع الناس تسمى الصادق الامين، مرات سقسن شي يخفنا ونسقسي وذان ذكر نتعيش والناس واش ثان غير جني يسم زين التصف الشيء اللي مسلمن ما نسم ذا الغوش. ممكن هذا غوش يجني يسم بانه قاش صادقين قاش يتأدى الامانه داين غير المحبه داين التسامح داين غير الرفق. مهم السؤال هو ممكن هذا السؤال يوداك تعيش لهني خاص غير يواجب. لذلك المعامله اكيد يبدا تني مهم. جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه نمي بد جاي فس الملك الحبش النجاشي ان سميزي يسد دينا وميزكني ويطمان النبي صلى الله عليه وسلم ميزي يبدا ويبذي شيء نسقي تمام الصلاة الناس وقد أمرنا بصدق الحديث يمارن النبي غني ريخ من السوار غان غير السوار الصدق أقش من زي بذا يبذا وأداء الأمانات إن نغت أدب الأمانات يوذا إن نغ أن أغان غير علاقة سبحانك الأقارب النغ إن نغ أغان غير حسن الجوار أغان غير العلاقة سبحانك جيراننا. ثم وأمرنا بالكف عن المحارم والدماء يمارن النبي صلى الله عليه وسلم وانت إذي بويوذان وانت قارب غير الأنفس وانت قارب غير حاجة الجن حرم خان غير الجن إنها نغ بيخذن غير نهان النبي صلى الله عليه وسلم إنها نخلف واحش حواش تعفاني مارين هنخسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها نخ قول الزور أني ليا ور وجب وذر حق ينهان غير الشقر يجير ينهان قذف المحصنات باش نتهمي وذان سحوايج تاع عفاني قفراني كا قفرانا ثكا قازري خديها قازري خديها فينا مرز الكبائر الذنوب. وأمرنا أن نعبد الله وحده إذا تورى ما يثم ذي السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصحابة الأول سالعبادات التعاملياك وذا المعاملات عارض يوسين نس جعفر وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. إذن المسألة بعد هذه الكلمة يثنى جعفر رضي الله عنه وأرضاه. إذن برسلنا الملك الحبشة والله لن أسلم لكم هؤلاء ولو بجبل من ذهب والله ولو تسلم غي وذانا سبحانه يمو وخذغه شماء أدرار أن الأندب إمي يزرى الإسلام وجي وروى يزرى الإسلام للعمال للفعل للأخلاق للصدق للوفاء للأمن للسلام يزرى الإسلام في السلوك. ولذلك لأن الإسلام يسقمثن الإسلام يعدلس الأخلاق نسن الإسلام إفكار نسن يرتبس الأفكار نسن الإسلام يعلم الآداب المؤمنين. ولذلك حتى ما بجي السوارك الملك السوارك السلداب سل احترام يسنى سمش الناس يسنى مش كيسي السوار. ثم جعفر رضي الله عنه شوف الإسلام خميف يتصفى العقول يركز اللي حاول خل حواج الكرز الحواج النجاشي المشتركات يسي ولا سقى عيسى عليه السلام ذي القرآن خمريم عليه السلام ذي القرآن لأنه مسيحي. الآن نسي ور أنسقسى غيويا
ميرا سقسان خانغ يوذان الشي ذي المجتمع ذي تعيش مش حال ذو مغاركش باش تسلم ميم سلمناك وما يتعيشن واش نستحق ذا ينغيني يوذان كذا تعيش قي يوذان كن غي تعيش نيم سلمن بعد ما نزرى زيسن الخيارات الصدق ذي الأمانة ذي الوفاء ذي المحبة قوة ذو بثنتش وخس وذران انت ما يميت وانا يجعفر ديني توغاكيس نشي نهارا ممكن وذا نغيت وينيشا ووالا يخصى أن سقسى ما يمي لأن أجان نش مين غا يستفد الصرا نش مرا وذاك تغيا والو ذي السلوك نش أجان نش مين غا يستفد الصوم نش مرا ويحسن سي الحالة نش أجان نش مين غا يستفد تغريض القرآن يكمر مرا القرآن واش يقير أتمتاثل من يوسين ليس الأوامر صدار ذي النواهي صدار بالعالم الدين يتحسن السلوك الأخلاق إذ قبنا المدير الرحيم رفيق متسامح صبور إطراع الحقوق من يوذى النغنية المشاعر من يوذى النغنية إذ قرخاء يوذى النغنية يتمنع الأذى في يوذى النغنية ويتسبب الأذى يوذى النغنية ولذلك شوف إيش القصة نيج التاجر لا شينوي مين ينا ينا تسن غار يمسر من أخافي صغير الحوايج تتان زي باش أسن زواغ الماركات أن زواغ تتان زي سن زواغ من ينيا ولكن خميس نتقدامه الماكلينو تاقينا تشل قانا يقحرا زريما يثما ملي توقيعا التزويات تان زيس ربعا ذاين مسلمن تان زيس اسمي زوار ماركات الى اخرهن سلع ولكن خميس لي تقدم الماكلة نس قانا سقا الماكلة يثحرا ومش حال زين غنيو ذا يتقل حويج دي عفانين ولكن الا خميس غادي الماكلة يقاش قدها حرام شقدها مسرم إذن ذي نجم التناقض الصريح جاء السلوك جاء القول ذي العمل جاء من نقال من تك خسديري غاس العلاقة ويويا ربينا نغيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون خس من غنيني أديري إتوالام من تك ذي نخسران غيري التناسق جاء العقيدة الشارعة الإيمان لأحكام الشرع جاء الإيمان للأخلاق جاء الإسلام صوري تجيج الإسلام تعيش في وذان صوري تجيش جث الناس مليح تقلب الغال الناس تكتابوش الناس كذا ولكن المعاملة نفس المعاملة يعوذ بالله كي وذان فإذا الإسلام صوري لأنه يخسر يجمع جاء العبادة الشعائرية والعبادة التعاملية مين غا يستفد يوذان باش تمشي إذا ونغض الشانس يوذان يتزجر ولكن المعاملة غير إسلامية مين غا يستفد مسرم باش هذه هذه زاد سجيرات هذه زومس النهار هذه حافظ خسروات النص ولكنه مري الزنز يتغشى مري السيور يسخارق مري واعديش يتخارف مرا تخشيس الأمانات دياعيد مرا يعاهديش ويتوفي فوس العاهد مرا يخالفكيش يتقما أمكن باش يشوه الصورة النش وإذا خاصم فجر مين غا يستفد مرا الإسلام الظاهر مثل الإسلام ولكن للتعامل نس غليظ وغا استفقع الرطوبة ذي المعاملة النس ولا الابتسامة تضحش بغنبوب النس يوزغ السعقار يوذان تكبارخ يوذان يضجم الضعفاء يأكل أموال الناس بالباطل نشين مطلوب الزين غنقدم الإسلام للعالم أنا دعا يوذان غا الإيمان ولكن ما مش غنقان دعا يوذان ميرا نشين ونطبق الإسلام أنا نيني يوذان قال الإسلام الدين المحبة شين وذين غبو المحبة أني لي غيوذان أقل الإسلام دين الرفق شين وذا يغبو الرفق كويا ويا أني لي غيوذان
قال الإسلام الدين تكاتفك وان تعاونك ويويا الشي وان تعيوين شي يويا أني دين إيوذان قال الإسلام يتوحد يوذان شي مختلفين. إذن أدعوذ أذينير العبادة الشعائرية وذنفع ما دام والجميع جاء ثنايم أن أحسن العبادة مكسيدة ربي أن أحسن المعاملة كيوذان وينفع شيء سحستي واق باش دواد الحديث زي غنختم إن شاء الله تعالى باش تسلمي للعبادة وحرص بري حسن المعاملة كيوذان للخسارة وينفع والو مريني لأن يتتش مني يتتيث النبي صلى الله عليه وسلم يسقى الصحابة واش تسلم مني على المفلس الناس يا رسول الله المفلس واللي غادي تجي والو الناس النبي صلى الله عليه وسلم يمفلس الامين ويوم القيامه ونيد غياسني واش حسيت مليح ونيد غياسني يوم القيامه يزد الصلاه يزد الصيام يزد الزكاه يجمار منايا ولكن هالعباده الشعائريه يقوم ازاي سنت من يجل نغني ولكن يسد يبقى ونيتا يتهم ونيتا الشيء يقرموا يعدخوا يخثوا طيب من غير وقعا يوم القيامة الحساب واني يضرم واني يخثى واني يبقى أسيخ زي الحسنات النس أتكو مصني وذن التسل يا ربي قد تواسغ سخشاسي وخشاسي وخشاسي و هذا كمنت الحسنات النس مارا نتعاد ويكمرا ما واص من غير وقعا التفذ ذيك السيدون بني وذني ظرم أغاسي ذي الحساب النس ثم خسي ثقر الميزان السيئات ثم ذي راح جهنم والعياذ بالله. إذن أيها الأحباب الكرام الدين عبادة ومعاملة فلا بد أن الإنسان أن يعملها رمضان فرصة باش نجمع بين حسن العبادة وحسن المعاملة لا بد من هذا يا رب يرسنس هذا ينين يورني سبحانا بنادم ما يقذك الخير جزاك الله خير بارك الله فيك شكرا مثلا من فضلك تفضل إذن لا بد من ما يدرب يخف الناس اللي سنس خيورا إيه سبحان باش غاسكيرين الأداب جوار الناس إذن الله سبحانه وتعالى يكشان غير فرصة يا إيش الفرصة تا سبحان لإجلي باش هذي سنصفى أورون النغ للنفوس النغ للعقول النغ باش نحسن العبادة يا سيدة ربي ثم نحسن المعاملة أكمن يخرق سيدة ربي العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن نغوص حقات ولوزي الأمور نخيا وخات القيد بنادم هذا سطح شغا أو غنبو بالنس أقا يجن خيا ذا سبحان ميرات القيد بنادم وشا الضحش ذا صغا أو غنبو بالنس سيث خاص الفرح التفدي يجن خيا ذا سبحان الطاس إذن النبي صلى الله عليه وسلم إن نغ اتق المحارم تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا الإحسان أكو الجان شتيزي المؤمنين وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما أصدق الدم سلم حبي وذان من تحبي ذي خف النش أصدق المؤمن حبي وجا الجرخاء ذو وجانش فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولموتانا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن عباده البلاء والوباء وأن يكشف عنا الهم والغم وأن يزيل عنا هذا المرض بفضله وكرمه وجوده إنه جواد كريم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.